ما وراء الشمس هو مصطلح مصري يستخدم للدلالة على ذاك المكان الذي يذهب إليه بعض المعارضين للأنظمة الحاكمة في مصر حين ترغب تلك الأنظمة في التخلص منهم أو على الأقل إرهابهم. ممارسات قديمة لكنها مع الأسف لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وهو ما دفع المفوضية المصرية للحقوق والحريات لإطلاق حملة لمواجهة هذه الممارسة بالتزامن مع 30 أغسطس الذي اختارته الأمم المتحدة ليكون اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري. فوفقا للقانون الدولي يعتبر أي اختطاف أو حرمان من الحرية بشكل غير رسمي جريمة تقع تحت بند الاختفاء القسري، وهو ما ينطبق على الكثير من الحالات في مصر التي سجلت بحسب المركز المصري للحقوق والحريات أكثر من 600 حالة اختفاء قسري خلال العام الجاري فقط، وهو ما يتناقض صراحة مع الدستور المصري. فنص المادة 54 من الدستور تقضي بعدم جواز القبض على أي شخص أو تفتيشه إلا بأمر قضائي ما لم يضبط متلبسا بارتكاب جريمة ما، كما يجب أن يتم إبلاغ أي شخص تقيد حريته بالأسباب القانونية لهذا التقييد. أما المادة 55 فتنص على وجوب أن يكون الحبس في الأماكن القانونية المخصصة له. إسراء الطويل، حسام جودة، عبد الحميد محمد وغيرهم أسماء لبعض ضحايا الاختفاء القسري تم العثور على بعضهم في السجون المصرية، بينما يبقى مصير البعض مجهولا برغم سلوك أسرهم لكل السبل القانونية والقضائية المتاحة بحثا عنهم. قضية المفقودين دي قضية من أصعب القضايا. ابني لو أنا دفنته، لو انقتل قدامي ودفنته، أنا هعرف إن أنا دفنته واحتسبه عند الله. إنما ابني دلوقتي مانيش عارف هو فين، مانيش عارف بيعذبوهم، مانيش عارف بيقطعوهم.